سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. لقد
تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها صدى والفكر أيها المشتاق لا تناني هذه أنوار لسناني أيها المشتاق لا تناني هذه أنوار لسناني يا قريب الهل عند قول العرب والعجم وأهلنا وجيرتنا تذكرنا حبتنا وأهلنا وجيرتنا تذكرنا حبتنا وعم الكل بالنعم أيها المشتاق لا تناني هذه أنوار رسالتي أيها المشتاق لا تناني هذه أنوار رسالتي عن طريق الهدى في الحرام عند موت